لكل قارة مجنونها. نعم أيها السادة، ولكل مجنون سلوك غريب. بوريس جونسون المستقيل، أو بالأصح المطاح به، يواصل تقليعاته الغريبة قبل أن يسلم الحكومة لخلفه في سبتمبر القادم. آخر تقليعات الرجل مشاركته في تدريبات مع عسكريين أوكرانيين. غريب الأطوار هذا ظهر مؤخرا مع عسكريين أوكران يقضون دورة تدريبية في بريطانيا التي فتحت أبوابها للجنود الأوكرانيين بعد إطلاق وزارة الدفاع البريطانية برنامج تدريب لهم في إحدى القواعد العسكرية شمال يوركشاير. ظهر المجنون الأوروبي وهو يتدرب على إلقاء قنبلة يدوية وإطلاق النار من بندقية آلية. ليس هذا وحسب، بل لاستفزاز الدب الروسي أكثر قام بالصراخ مع الجنود الأوكرانيين: المجد لأوكرانيا. لندن، والتي قدمت لكييف برنامج تدريب الجنود، تعهدت بتدريب وتجهيز 10,000 عسكري مدرب كل 4 أشهر. يا للهول، إنه رقم ضخم ومقلق فعلا للروس. ولكن هل ستستمر بريطانيا بتقديم هذا الدعم بعد رحيل جونسون؟ وكيف سيكون رد فعل الشارع البريطاني المتذمر أصلا جراء التقلبات الاقتصادية بسبب فرض العقوبات على روسيا؟ في المقابل، لماذا يشعر بعض القادة الأوروبيين بالقلق من انقسام الموقف؟ ماذا خلف الكواليس؟ ها هو المستشار الألماني فرانك فالتر شتاينماير يتوسل الدول الأوروبية عدم الانقسام ووصلتهم دعم أوكرانيا، متهما بوتين بخوضه حربا ضد وحدة أوروبا. القلق الألماني جاء بعد مقترح لرئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، الذي دعا إلى نهج سياسة السلام مع روسيا وصياغة مقترحات جيدة فيما يخص الأزمة الأوكرانية. أوربان صدم القادة الأوروبيين بخطابه الذي ألقاه من وسط مدينة بيليتوشناد الرومانية، وبكل صراحة قال لهم: العقوبات لم ولن تزعزع الاستقرار في موسكو، بل زعزعت استقرار العديد من الدول الأوروبية. هل سيكون صوت هنغاريا مسموعاً لإعادة الحسابات؟ أم أنه سيدخلها في خصومة مع دول الاتحاد الأوروبي؟ دفعها إلى أحضان بوتين لتدخل المرحلة طوراً جديداً.